الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر الأساتذة اللي تلبوا الدعوة وحضروا، وخاصة الذين وحيوا على التقاعد وحضروا الكريم. الذي لاحظته أن الأساتذة ابتدوا لباسا تقليديا، لباس المنطقة، وهذا مما زاد في جمالية الحفل، دليل على أن اللباس والحضور المميز لهم يعني زادنا افتخار يعني. ولاحظوا أن كاين القاعة، كاين تواصل الأجيال كما قال الزملاء قبل دخول القاعة، ولكن تواصل الأجيال يعني حاجة بها. وسمحوا لنا احنا على بساطة الحفل والتكريم، المهم أن الحضور اللقاء هو الفايدة.